إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها وتنفيذا لمخطط العمل المسطر من طرف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغردايا، تمكن أفراد المجموعة رفقة أفراد الفرقة المتنقلة للجمارك الجزائرية بغردايا بحر هذا الأسبوع بطريق الوطني رقم 1 الرابط بين بلاية الأغواط وغردايا بالخرجة الشمالية لبلدية بريان بالضبط بالمكان المسمى وادي الدنبالة من توقيف مركبة سياحية. بعد التفتيش الدقيق لها تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام. هذه العملية أسفرت عن حد 52320 قرص مهلوس 300 ملغرام أجنبية المنشأ، حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر ب 60,000 دينار جزائري، هاتفين نقالين، مركبة سياحية وتوقيف شخص مشتبه فيه. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد محضر قضائي ضد المشتبه فيه لتقديمه أمام الجهات القضائية.